السلام عليكم مرتين يا سهور. كنا الاكل اللي عملته هاد الدبولي والكبنيه. الكبنيه ما في اطيب منها، والدبولي وكفته رغيف هذا اللي في الجهه تكون هون. اللهم صل على سيدنا محمد. كفته بتحطيهم بالرغيف من هوني وبتحطيهم بالجريل، وبسم الله ما شاء الله ليتو صحتين وعافيه. الاولاد بيحبوا هالاكل هذا، ونحن كمان بنحبه ونعمه. الله يشبهنا يا رب. وهاد الدبولي من غير شر، الله باذن الله تعجبكم هالفيديوهات كلها. تنسونا المشاركه والتعليق الحلو منكم، وكلياتنا عم نتعب. يا ريت نقدر تعب بعضنا، بس هيك يا ريت نقدر تعب بعضنا باذن الله يا رب. الحمد لله. الله يسعد لي مساكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي احبة المشاهدين، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم الفيديو تبعنا كتير صغير. اللهم صل على سيدنا محمد. عم بعملت اكل والحمد لله وخلصت، بس ساعدني عم بشوي كفتة. كفتة على الرغيف هيك، هذا بحطهم هون هالكفتة والرغيف الخبز، وهلا بطبقه هيك. اللهم صل على النبي. وهون بحطهم هي حطوا هيك بيحمر، فرجيكم هون كيف بيطلع. بس لا قد الضوء طلعوا هيك. اللهم صل على النبي. مقطعتهم وهلا بياكلوا صحتين وعافيه. عملت تبوله، عملت كبينيه، قليت بطاطا تبوله، خير الله الحمد لله. الله يديم النعم علينا وعليكم يا رب باذن الله. وهلا هذا بدي اقطعه بس خليه هسه شوي. اللهم صل على سيدنا محمد. المهم كيفكم انتم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه يا رب باذن الله. وما تنسونا مشاركة الفيديو، ان شاء الله يعجبكم. يعني كل يوم ننزل فيديو، كل يوم بيعمل، كل يوم اذا الله رضى باذن الله. باذن الله يا رب ان شاء الله تكون بتعجبكم هالفيديوهات كلياتها. اللهم صل على سيدنا محمد. شو بدي اخبركم هسه؟ ما في الا كل خير. بس ما تنسوا مشاركة، اللايك، التعليق، والى المزيد ان شاء الله باذن الله النا والكم يا رب باذن الله يا رب. الله يبارك فيكم جميعا. يلا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شلت هيدا من هون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله بسم الله. هلا بقطعه هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حاطه اللهم صل على النبي حرب شو اسمه، يعني في داي حط على وش حرب. اكل خفيف، الكفته على الرغيف طيبه، خصوصا اذا عندك جريل مثل حكايه هيدا. يعني في داي تشعلي نار ولا شيء، يا اما بتحطيهم هوني. انا سبق عملته بتحطيهم هوني بالجريل هوني، عرفتي كيف؟ وهالفلي فليفله حطيت منها. اللهم صل على سيدنا محمد لكيها غير الشر. والحمد لله نعمة. ان شاء الله تكون عم تعجبكم هالفيديوهات، والله يبارك فيكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختكم ام صديق. يلا في حفظ الله.